أسطورة هذا الزمن. هارجع الكرة مرة أخرى عن طريق ليو ميسي. 30 هدف في 33 ماتش في كل مسابقات هذا الموسم وخدع. هنا خطا ضد ريال مدريد. ورقة صفراء على الجديد الوافد كاليخون. كرة ستعود الآن للفريق الكتالوني. في خطأ إصابة لميسي. هنا تدخل القوي من كاليخون على ليو ميسي وقرار سليم الحكم الحقيقة اللي ممتاز جدا ليعطي ورقة صفراء. بينما هنا المشاكسة مع ميسي أظن بيبي. بالفعل من غير ما نشوف الاسم بيبي. بيبي بيبي البرتغالي البرازيلي. ترجع الكرة ما شافوش، شاهد ما شافش حاجة. هذا يعني بالتونسي نقولوا معفس على ايديه، وممكن توما في المشرق تقولوا دايس. هذا دايس من غير برافو المخرج حقيقة. كل لقطة موجودة وكل لقطة ياخذها. ترجع الكرة على خط لبرشلونة. هدف لهدف.